درسنا النهاردة بيتكلم عن مواقع الويب. يعني ايه موقع ويب؟ حد كده جاله فكرة ان هو بيخش على موقع، طب الموقع ده بيتكون من ايه؟ طب ازاي نقدر نعمل موقع؟ كل ده هنعرفه النهاردة. اول حاجة هناخدها معانا النهاردة ده بيبقى شكل الموقع. طيب من منظر الصورة كده او شكل الصورة، هنا مكتوب تحت موقع وزارة التربية والتعليم، وجايب لك الصفحة الرئيسية للموقع. طب الصفحة الرئيسية دي متكونة من كام حاجة؟ من صفحات. طيب هندي مثال كده بسيط. أنا عندي كتاب، الكتاب ده فيه صفحات، تمام؟ طيب أول صفحة بنسميها إيه؟ الصفحة الأولى أو الصفحة الرئيسية. الموقع عندنا كده هنعتبر ان الكتاب ده هو الموقع بتاعنا، والصفحة الاولى للكتاب هنعتبرها الصفحة الرئيسية للموقع. طيب والصفحات اللي بعد كده في الكتاب هنعتبرها ان هي صفحات الويب. طيب الموقع ده بيتكون من ايه، او ايه هي العناصر اللي بتبقى موجودة في صفحة الويب؟ اول حاجة بتبقى موجودة عندي صور، تاني حاجة عندي نصوص اللي هي التكست، ثالث حاجة ممكن تبقى موجودة في فيديو. طيب رابع حاجة اللي هي ارتباط تشعبي. يعني ايه ارتباط تشعبي؟ ده اللي هو الهايبر لينك، هنعرفه بعدين. طيب يعني ايه موقع ويب؟ موقع ويب هو مستوى مستند به محتوى الكتروني بينشر على شبكة الانترنت، وبيتم عرضه من خلال برنامج مستعرض الانترنت زي موقع وزارة التربية والتعليم. طيب الصفحة الرئيسية دي بتكون أول صفحة بموقع الويب، طيب والتي من خلالها يسهل الانتقال لباقي صفحات الموقع. يعني الصفحة الأولانية دي هي اللي بيكون فيها عناوين أو العناوين الرئيسية لباقي الصفحات التانية عشان تقدر تدخل على الصفحات التانية. طيب يعني ايه صفحة؟ طيب صفحات الويب دي بتنقسم لحاجتين او نوعين، صفحة ويب ثابتة اللي هي زي دي، زي الصورة اللي قدامنا دي، وصفحة ويب تفاعلية. طب يعني ايه صفحة ويب ثابتة؟ يعني موقع وزارة التربية والتعليم ده لما ندخل عليه ما بنقدرش نضيف عليه حاجة، ما بنقدرش نضيف عليه معلومة، ما بنقدرش نحط عليه صورة او نشيل من عليه صورة، يبقى ده موقع ثابت. طيب صفحات الويب الثابتة دي محتواها معد مسبقا بواسطة مصمم الصفحة، بيظل هذا المحتوى ثابتا في كل مرة بيتم فيها زيارة الصفحة. يعني كل مرة انت بتدخل الصفحة بتلاقي نفس الكلام ده موجود، بتستخدم لعرض معلومات بيتم الاطلاع عليها فقط، يعني انت ما تقدرش تضيف عليها حاجة بدون امكانية اجراء اي معالجة من الزائرين لمحتواها. بتستخدم اوامر ال HTML في تصميم هذا النوع من الصفحات. طب يعني ايه ال HTML دي؟ دي لغة بنستخدمها عشان نقدر نعمل بيها صفحة ويب ثابتة. طيب يعني ايه صفحة ويب تفاعلية؟ صفحة ويب تفاعلية طبعا هتبقى عكس صفحة الويب الثابتة. طيب ندي مثال لصفحة الويب التفاعلية كده، زي الصفحة اللي بتخش عليها لما تكون عايز نتيجة الثانوية العامة، بتكتب فيها الرقم الجلوس بتاعك او اسمك، وبيدخلك من خلالها ويجيب لك النتيجة، يبقى دي صفحة ايه؟ تفاعلية. طب ليه سميناها تفاعلية؟ عشان انا قدرت ان انا اضيف فيها وان انا ادخل للصفحة اللي بعديها. طيب صفحة الويب صفحات الويب التفاعلية هي صفحة معلومات بتعرض محتوى بيتيح للزائرين التفاعل معه ومعالجته، وبيستخدم لتصميم هذا النوع من الصفحات أوامر ايه؟ HTML ولغة جافا سكريبت ولغة PHP. كل اللغات دي لغات بنستخدمها في إنشاء الصفحات الويب التفاعلية. بتبقى عبارة عن ايه؟ بتبقى عبارة عن اكواد بنكتبها بتتحول بعد كده لصفحة ويب زي اللي احنا شايفينها في الصورة دي. وده كان درسنا النهارده.